السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من شركة RCC كاب بلاقي أداة اسمها جريت. أول ما تدوس عليها بيجي يقول لي أنت عايز كام جريد في الأوفكي وكام جريد في الرأس. وليكن مثلا في المشروع دوت محتاج مثلا 10 × 10، ومحتاج المسافة بينهم تكون ثابتة مثلا متر ومتر. ممكن أقول له لأ، المسافة مش مساوية. أقول له أوكي، تظهر معايا الجريدات بالشكل دوت. تمام، اقدر بس ايه اعدل تعديلات بسيط عليه دوت. ونفس الفكرة برضو من الناحية دي. يبقى كده عمل لي الجريدات كلها مرة واحدة. طيب بعد كده في امر ليفل، بقول له مثلا عايز كام ليفل. عايز مثلا، خلينا نيجي هنا في الاسم الاول عشان نشوف عدد الليفلات اللي موجودة. اقول له انا عايز الليفلات عددهم مثلا 10، المسافه اللي بينهم مثلا 3 متر. تمام، واعمل لي السيلينج واعمل لي الفلور بليت. هو اوتوماتيك يبدا يعمل لي الليفلات زي ما انت شايف. انا عملت زوم هتبدا تشوف الليفلات بالشكل ده.